على التكريم ونشوف الجايزه. من النادي الاهلي واخبار سواريش المدير الفني السابق للنادي الاهلي الى اخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا بيقول فيه فشل في كواليس اتمام صفقه مروان عطيه. احنا قلنا واتكلمنا يعني كان في مكالمه بين المستشار مرتضى منصور والاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري بلغ المستشار مرتضى منصور بان النادي الاهلي عارض عليه 20 مليون جنيه بالاضافه للاعبيه من اجل ضم مروان. مرتضى حاول اقناع مصلحي بانهاء الصفقه بمبلغ اقل من الاهلي ما يقرب ب 10 مليون جنيه بالاضافه لعرض بعض اللاعبين زي اوباما على الاتحاد السكندري. وكان اوباما قبل كده راح الاتحاد السكندري. ولكن مصلحي اكد لمرتضى ان المكاسب الماديه اهم وده فكر صح، فكر استثماري صح. والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال ان في بيان بعض قليل بخصوص صفقه مروان عطيه. يبقى يقول ان المفاوضات يعني ما كملتش، حصل فيها تعثر، هل الاهلي اقرب، هل مروان اقرب نادي الزمالك. ده كلام ما هيبقى بعد قليل مع المستشار مرتضى منصور هيعلن عن اخر اخبار مروان حمدي مع نادي طبعا الزمالك. اوباما كان جاي له عرض بالسعوديه وابها اعتقد اللي فيه مكسوني ابها صح ابها. الناس زعلانه من مسؤول النادي الاهلي لعدم الاهتمام والتقدير على الاقل على حاجه. يعني الناس كلموهم كتير جدا بخصوص صفقه مكسوني وبعض الامور ما كانش فيه ردود سريعه. كان في كلام عن ان يوسف اوباما ممكن يروح نادي ابها او الحزم، هما الاثنين عايزينه. اتمنى طبعا انه لو لان اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ان هو في الفتره اللي فاتت يعني بعيد شويه، وان خروجه على سبيل الاعاره ورجوعه تاني اعتقد ان حاجه كويسه جدا، زي بعض اللاعبين اللي بيخرجوا بياخدوا الفرصه وبيتالقوا بيرجعوا تاني. طبعا في الاونه الاخيره وكان بيربطني اتصال تليفوني بالكابتن اسامه نبيه بعد اخر مباراه له، كلمته عن الامور اللي بتخصه مع نادي الزمالك مع فيريرا واحداث مباراه نادي الزمالك مع اسوان اللي اقيمت في اسوان وفاصله نادي اسوان عن نادي الزمالك. قال ان هو في اختلاف في وجهات النظر، الراجل مش عايزني اقوم من على الدكه بتاعتي واتكلم، وده حاجه لا تليق بيا ولا بتاريخه. وانا اعرف الكابتن اسامه نبيه على المستوى الشخصي، راجل بيحب يعتزم نفسه، بيحب دايما يقدم نفسه ان هو راجل مدرب كبير ومدرب كفء، وده حقه على فكره.